صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظ الله ورعاه مرسوم رقم 53 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم 62 لسنة 2021 بتنظيم الهيئة العامة للرياضة وذلك بناء على عرض رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة وبعد موافقة مجلس الوزراء جاء فيه يضاف بند جديد برقم ثلاثة إلى المادة الأولى من المرسوم رقم 62 لسنة 2021 بتنظيم الهيئة العامة للرياضة نصه الآتي: ثالثاً: نائب الرئيس التنفيذي للمنشآت والمشاريع بدرجة وكيل مساعد وتتبعه إدارة المنشآت إدارة المشاريع.